حضنت تطوان النسخة الأولى لمهرجان موضة العرب الذي يحتفل بالإبداع النسائي عبر الزي التقليدي وآخر صيحاته. المهرجان عرف تكريم العديد من الشخصيات من مجالات متعددة، فن شاكر علوي وعبد علي الجنوني. آخر صيحات الموضة من إبداع النساء أهدتها جمعية بصمات الإبداع الثقافية والاجتماعية من تطوان لكل امرأة احتفاء بعيدها العالمي ضمن برمجة أولى نسخ مهرجان موضة العرب المتنوعة والغنية بمشاركة مصممات من المغرب والجزائر بحضور ضيفة الشرف من مصر. لسه ضفنا فيه واحد العدد ديال المصممات من الجزائر والمغرب، كما كانت عندنا استضافة لدولة الشرف اللي كانت مصر. عندنا واحد العدد ديال التكريمات سواء من مجال سياسي أو الفني أو الإعلامي. الهدف ديال هذا المهرجان هو إبراز الثقافة المغربية ونشرها في جميع الدول العربية. كما كتعرفوا يعني المرأة كتحددنا حنايا كجميع النساء، وبما أنه هو اليوم العالمي بغيت نقدم له كل ما هو جديد، كل ما هو رائع، كل ما هو كيخص الموضة، كل ما هو كيخص الأناقة. هاي أول تجربة إلي بالمغرب وكانت جد جد رائعة، وعن جد أتمنى أنه تكون تواصل وفكر بين الجزائر والمغرب، لأنه يوجد ثقافات كثيرة بالمغرب وثقافات كثيرة بالجزائر، ودائما بيكون مجز بين القفطان واللباس التقليدي الجزائري. ومن مهرجان يهتم بأناقة المرأة كما الرجل كأهم مدعم لها، تكريم للعطاءات المتميزة بشتى المجالات تتقدمهما الإعلامية أسماء بالفاسي مبدعة برنامج متألقات بالقناة الأولى، إلى جانب الفنان الذي يحتفي دائما بالمرأة عبر اللوحة المبدع حميد العلوي، والمتألق دائما المهدي الزواق مدير المعهد الوطني للفنون الجميلة. سعيدة بكوني يعني مكرم في هذه المدينة العريقة، هذه المدينة الأندلسية الحمامة البيضاء، وفي هذه الأجواء البهيجة وهذا الحفل الذي يحتفي بالقفطان المغربي كرافد من روافد تراثنا المغربي الأصيل. كنحب نعبر عن سعادتي بهذا التكريم، خصوصا وأنه يأتي في أسبوع بين في زمن هو أسبوع بين عيدين اللي هو عيد المرأة وعيد الأم. مهرجان موضة العرب في نسخته الأولى بتطوان هو إذن احتفالية